الا كان شي واحد محتجزهم نطلبوا ربي يجعل في قلبه الرحمه ويطلق هاد البنات. الله يرحم لكم الوالدين، الا كانوا عند شي حد تكون في قلبه شويه الرحمه ويطلق لنا هاد البنيات. راه ما عارفين والو، راه باقيين صغار، 13 عام راه ماشي شي وحده ناضجات. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما يعجز اللسان على الكلام، راه ما بقينا عرفنا اش كنقولوا ولا اش غنقولوا. راه لا اله الا الله. ويونس شي وحده اللي عندها ساعه خاوي غتمشي تدور فيها ولا تقول تمشي القيصريه ولا لا، الدريه من المدرسه للدار والتلاميذ وكل شيء حتى الاساسيات ديالها كياخذوا الحضور ديالها. المؤسسه المسؤولين في المؤسسه ديالها كياكدوا النظام ديال ديك الدريه وكياكدوا بان ديك الدريه راه ماشي شي وحده اللي هي خفيفه، دريه ثقيله لا اله الا الله، لان المؤسسه ديالها جميع الاساسيات ديالها ولا المدير ولا المسؤولين في المدرسه كيقول لك هاد الدريه راه ماشي شي وحده اللي غنقولوا. ما دارو ملي بقى صغير ما عرفت والو، الا ما كنتش انا غتجي وتمشي ربما غادي تفكر ماشي ديال الشقه اكثر من ماشي ديال المنظور. لذلك كنوجهوا للناس اللي كيشوفوا هذه الحاله بحال هكا، يعني يحاولوا يشوفوا هذا الشيء بعين الرحمه، ويحاولوا امكن الا كانوا ولادنا مختصين يردوهم لينا، الا كانوا ولادنا في الاجتماع يشوفوا الحاله ديال والديهم كيف دايره ويجيو ولادنا ما تخافوا من والو. هذا هو البنت ديالي نهار الاثنين الصباح كانت غادي للمدرسه، جات عيطت لها الشقيقه ديالها على اساس بان نمشيو للمدرسه، كنا عارفين بان غادي يخرجوا مع 10 ونص، المهم وصلت 12 ما جاوش، مشيت للمدرسه سولت المدير قال لي بانه بنتك ما جاتش اليوم نهائيا الصباح، ما جاتش من الصباح ما جاتش. ملي سمعت هذا الخبر جيت خبرت الدار الامر هكا، وصلت شي 3 ديال العشيه بحال هكا مشيت لديكلاريت الكوميتي ديال الثور الجديد، هادشي اللي وقع، بقينا كنبحثوا ما
لا حال الحاله صراحه يرثى لها، يعني صراحه الحاله انهيار تام بالنسبه لي انا، بالنسبه للام ديالها، بالنسبه لي الحالات الحالات تغيرات، ما بقى تعود كيمشي للعمل ديالو، يعني بقى تعود حتى الماكلة تبدلات، يعني الحياة تبدلات، يعني السبب هو الغياب ديال بنتي. يعني أنت دابا كتحس أنها مختطفة ولا غايبة؟ لا أنا زعما مر على الغياب ديالها ثلاث أيام، هذاك بأن ربما تكون مختطفة، لأن ولا كانت غير لا باقا صغيرة، يعني ماشي هذا من السن ديالها نقولوا اسمع دابا أنه تمشي لشي بلاصة، باقا درية صغيرة، يعني أغلب الظن تكون مختطفة. أرض ما دام انه باقا دريه صغيره، لانه قلت له ربما لو كانت خرجت من دار مشات شي بلاصه كاع العشيه تجي بحال هذا، يشبعتني تجي بحال هذا، ولكن هي مادام دابا مر على الغياب ديال ثلاث ايام، هذا بين ربما تكون خطوبه. بغيت تقول هذا اللي كاين لاخر؟ المهم كنبغي نقول لهاد الناس، كنبغي نقول لهاد الناس الا كان في قلبهم الرحمه وينظروا لهاد الاولاد كما كينظروا لاولادهم، يديروا هاد الاولاد يديروهم في بلاصه ديال اولادهم، ويعاملوهم كيف كيعاملوا اولادهم. يجيبهم لينا ويطلقوا منا، وحنا مستعدين داك الشيء اللي طلبوه منا مستعدين للبن والغب، المهم غير يجيبوا لنا اولادنا، وكما قلت لك يعاملوا اولادنا كما كيعاملوا اولادنا، لاقاش هذا الشيء اللي وقع لدار اولادنا راه واحد النهار يقدر يوقع لاولادهم، كما قالوا اولادنا هذا الشيء اللي وقع لاولادهم. دمرت حياتي تبدلات نهائيا تبدلات، على قدر ما بقيتش كنمشي للخدمه، ما بقاش عندي الرغبه، ما بقاش عندي باش ندير شي حاجه، حتى الماكله ما بقاش عندي الرغبه باش ناكلها، يعني ما هذا هو التغير، يعني الام ما بقاش كتمشي للعمل ديالها، صافي النهار كنتنوض مع الصباح كنتسخر الدور تقلب. تقول الناس لا شافوهم شي، المهم الناس لا شافوهم الناس كنطلب منهم، يعني هذا الشيء راه يكفي بلا ما نقول لهم شنو كاين، يعني تكون في قلبهم الرحمه، وراه الله سبحانه كينظر على هذا الشيء هذا، راه الله كينظر على هذا الشيء هذا، يعني لا شافونا ولا شافوا الوليدات وشافوا الحاله ديال الوليد الكبيره، شافوهم بعين الرحمه ويواصلونا، يتصلوا بنا الهاتف ولا يتصلوا بالبرنامج، ولكم جزيل الشكر. شنو تبغي تقول بنتك اليوم؟ دابا تشوف في الكاميرا وجهها لي. بالنسبه لبنتي ما كنظنش بانه كتشوفني لحقاش، لو كانت كتشوفني غادي، المهم الا كانت كتشوفني راه انت بنتي راه كتشوفي الحاله كيف دايره، يعني راه مازال من القدام ربما غادي تدهور اكثر، يعني الله يجعل شي بركه، يعني جا بنتي راه خوتك راه في حاله يرثى لها، وكذلك بالنسبه للام ديالك هي راه اكثر من كل هي الحياة دمرات، أنا بنتي جي وداك الشيء اللي كاع داك الشيء اللي بغيتي، وحنا واخا ما ترى حتى شي حاجة، المهم كاع داك الشيء اللي بغيتي مثال لبيه لك بنيتي، هذه إلا كنتي في الاجتماع. شنو نقول الاجتماع بقات لها حياة، شكرا بقات لها حياة لا والو، يعني داك الشيء ولا يعني بحال صافي زعما مات الحياة صراحة. كتحس براسك ميت أنت. المهم لا حول ولا قوة إلا بالله. باش الناس يبقاو فيهم. شوفي الشجر الجنيه زوان تحكنا بنتنا بنتنا زوان حنوقي في بناتنا اخويا زوان، حنوقي في بناتنا اخويا زوان، الاب ديال رومانسا وديال الصديقه ديالها اللي اختفت. الله يجازيكم بخير من حد من حد هاد الابوين، شوفوا حالتهم، شوفوا راه مقهورين على بناتهم، واش هاد الناس هادو ما في قلبهم رحمه ما في قلبهم شفقه، شوفوا حالتهم راه الدموع ديالهم راه تذوب الحجر، راه الدموع باش كيبكي وراه تذوب الحجر وتذوب الحديد. الله يرحم لكم الوالدين الا ما شوفوا من حالنا وشوفوا رفقوا بينا شويه، راه هاد الناس هادو راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الا كان شي واحد نحتجزهم نطلبوا ربي يجعل في قلبه الرحمه ويطلق هاد البنات. الله يرحم لكم الوالدين الا كانوا عند شي حد تكون في قلبه شويه الرحمه ويطلق لنا هاد البنيات، راه ما عارفين والو، راه باقيين صغار 13 عام، راه ماشي شي وحده ناضجات. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير.
راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما بق... يعجز اللسان على الكلام، راه ما بقينا عرفنا اش كنقولوا ولا اش غنقولوا، راه لا اله الا الله.